يشهد عيد الأضحى المبارك خلافاً على غيره من الأعياد الأخرى بروز عدة ظواهر اقتصادية في أسواقنا التونسية، تتمثل في مهن ونشاطات وقتية ذات علاقة وطيدة بالعيد الكبير، بالإضافة إلى ازدهار تجارة الخضر والغلال تظهر تجارات أخرى كما بيع السكاكن بجميع أنواعها ورحيها. بيع لوازم الشوي والكانون اللي في حد ذاته البس أكثر من حلة، تجارة الحلويات التونسية التقليدية. بيع التوابل والبخور ولعب الأطفال وغيرها من المهن اللي تلقى رواج وإقبال كبير من المواطنين أيام عيد الأضحى، واللي تعكس قيمة الأعياد والمناسبات خصوصا الدينية في أسواقنا التونسية. عندنا حلو، حلو مخلط لوز فصدق بفريوة، وعندنا كاكاوي مخلطة بشوية لوز. أي سيرتو تمديد سكاكن مع العيد الكبير، معناتها فهمت، مع العيد الكبير تكثر تمديد سكاكن. كانوا اللي أخذته بكري شوية. شو ما الحاجات الأخرى اللي تسحقون في العيد؟ شوية بزار هكا ونتاع وفيحات وكيما وقضيات هكا يقبل، وبالأخص على الهريسة العربي. ناخذ الخضرة ما لازمنا للدوارة، المعدنوس والسلق والبصل والخضرة كل و اللي لازم، ياخذ الطماطم، ياخذ البطاطا، ياخذ البصل، والقارص لا يقبل على شويه بزار، ما عليها كركب، تبلو كرويه، كمون، فلفل كحل، حمص، لوبيا، عدس، تمشي. ناخذوا البرغل، ناخذوا الفول، ناخذوا الحمص، ناخذوا شويه بخور، ناخذوا الفيحات نتاع الدواره. مسكه للقلايه خديتش؟ لا مسكه ما خديتش، لا مسكه القلايه نعملوها من غير مسكه، احنا فوحوها هكا بالفلك حل واحد ولبس. غلطوا المشروبات الغازيه، البزارات، الكان، والناس تحضر تشري الكوان، السلق والعدنوس والبجل. نشري الحشاك الثوم ولا باش واحد يعمل قديت، ونشريو الفاحات والفلفل زينه والسكاكن كل، ونمضي السكاكن ماله مضيت. وان شاء الله كل الناس كل بخير، وربي ان شاء الله يعيدوا علينا بالخير ان شاء الله. الله ربي يحيينا ويحييكم بخير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.